وهناك أعذار أخرى كعدم استطاعة على الانتقال فإن بعض الناس يكون في طائرة ولا يستطيع القيام حال صلاته في الطائرة فنقول يجوز لك أن تصلي على الكرسي في أثناء الطائرة لأنك لا تستطيع القيام عجزا فلا يوجد مكان للصلاة ولا يجوز الصلاة في الطرق الطائرة لأن علماءنا يقولون إن الصلاة في الطريق باطل بل تصلي في الكرسي متوجها للقبله ان امكن والا سقط شرط التوجه للقبله